المثل يقول لا تصدق كل اللي سمعه ولا نص اللي شوفه. تعرفون عيوننا دائما تشوف خشومنا، دائما نشوفها، بس دماغنا يلغيها من الصوره حتى يشوف يركز احسن. لذلك مو الشيء المدى نشوفه معناته هو ما موجود، يجوز احنا ما مركزين عليه. لذلك هوايه طرق للنجاح قدامك انت مدى تشوفها، بس هي موجوده، ركز عليها. اكيد تتاكدون هسه انت تشوف خشمكم ولا لا.